السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم راني جيتكم بوصفة تاع المعقود اللي هي وصفة جد اقتصادية وتاع آخر الشهر. كما كنت قلت لكم على الكغاتان هذه تاع آخر الشهر اللي خلص لهم كامل القضيان. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعطيكم المقادير. كما راكم تشوفوا عندنا الثوم، توابل عندنا فلفل عكري، عندنا الملح، شوية فلفل كحل، فلفل حمرة حارة، وعندنا الكمون، وبيان سور البطاطا المادة الأساسية في هذه الوجبة. هذه عندنا البطاطا اللي كنت غليتها بليلة من قبل، هي من الأحسن تغلوها بقشورها. نشدو الثوم نهرسوها في المهراز ونزيدو نهرسو ثاني البطاطا تاعنا، معقود راه ماكله بنينه بزاف واقتصادي، ما عندوش ما يديش صوالح بزاف. وكما راكم تشوفوا ما نستعملش البيض لا في البطاطا لا في الخلطه اللي راني راح نديرها، وهذيك هي سر نجاح المعقود. الخلطه راح نديرها ما نديرش فيها البيض. كما راكم تشوفوا بعد ما نهرسوا البطاطا نزيدوا نخلطوا معها الثوم والتوابل. اللي بغات تخلط معها شويه بصل اخضر، انا ننصحكم يكون بصل اخضر غير هذاك الورق الخضر تاعو، يعني تهرسوه مع الثوم وتزيدوه معها راه يعطي بنه شابه. والمعدنوس اللي بغات تزيد المعدنوس ثاني يعطي بنه شابه في المعقود. بعد ما نخلطوها مليح مليح نغطوها يعني نباشروا باش نصنعوا الخليط تاعنا اللي نغطسوا فيه المعقود، اللي هو كما شفتوني درت الماء، درت شويه خل. الخل يساعدني باش الفرينه ما تديرش لي غيمو، يعني ما تتكورش، تنفتح بالخف، وسورتو سورتو يعطينا بنه شابه في المعقود، يعطينا واحد الحموضه في المعقود. احنا اصلا كي ناكلوا المعقود ناكلوه مع شويه خل، انا هنا ما راحش ناكلوه بالخل، الخل راح نديرو في هذه الخلطه هذه، يجي شويه حامض. بعد ما نخلط بالفوي نبقى نميكسي فيها، ما لازمش تجي ثقيله بزاف باش لاكوش في المعقود ما تجيناش خشينه بزاف، ولازم تجي يعني رقيقه بزاف لاكوش في المعقود، وتعطينا هذيك لا تيكستور تاعك شغل العجينه، عجينه سائله باش هي اللي باش تكون واحد لاكوش وتحملنا البطاطا ما تخرجش. هذا هو السر في الاخر، انا نميكسيها بالميكسور، واللي ما عندهاش الميكسور بغيب بالفوي بصح تخدمها مليح مليح. نزيدو يدينا بشويه زيت باش نشكلوا هذوك الخبزات تاع المعقود، بتسهل علينا الخدمه، ما نبقاوش غير ما تبقاش تتلصق البطاطا في يدينا. بعد ما تكون الزيت تاعنا سخنت مليح نغطسوا هذوك الخبزات اللي شكلناهم تاع البطاطا، نغطسهم في هذاك الخليط اللي خدمناه بالفرينه والماء وشويه خل وشويه ملح.
النار لازم لها تكون زايدة، ما تكونش ناقصة، ما لازمش تكون نار هادية، لازم تكون نار زايدة. كما راكم تشوفوا حتى حبه ما انفتحت عندي، وكامل ما رايحش ينفتح، والزيت تاعنا تبقى هكذا كنقيه. وبهذا نخليكم مع بقية الفيديو، ونقول لكم بقوا على خير إلى كيفية أخرى بإذن الله. وما تنسونيش بتعليقاتكم اللي راهي تشجعني بزاف، وبارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحة وربي يخليكم لي إن شاء الله. ونقول لكم إلى كيفية أخرى بإذن الله، ومع السلامة أخواتي، وفرجة ممتعة.